الفعال لما يريد، ذو الفضل العظيم والطول الكريم، ناصر الحق والدين، وقامع الباطل وحزبه، وجاعل العاقبة للمتقين بفضله. اللهم يسر أمورنا واختم بالصالحات أعمالنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا، ارحم شهداءنا، وداق جرحانا، وشاف مرضانا، وعليك بمن ظلمنا وآذانا يا رب العالمين. ونشهد أن سيدنا نبينا محمدًا عبده ورسوله، أسوتنا وقدوتنا، أرسله المولى تبارك وتعالى بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. اللهم أورثنا حوضه، واجعلنا ممن يتمسكون بسنته. اللهم أمتنا على ملته. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، خير من آوى ونصر وجاهد ونفر، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الفزع الأكبر. أما بعد، فيا عباد الله، توبوا إلى الله من ذنوبكم توبة نصوحا، فإن المسلم لا يبقى الله تائبا من ذنبه إلا كان حقا على الله أن يغفر له. ومن أصبح منكم مهاجرا أخاه فليلقه فليصالح، ولا ينبغي لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث: إذا لقيت المؤمن فخالص، وإذا لقيت الفاجر فخالف. هذا هو ديننا، يدعو إلى المحبة والمودة والإخاء، حتى يكون المجتمع الإسلامي قوياً مترابطاً متماسكاً. ونحن اليوم نعيش في مجتمع يسوده الفرقة والخصام، الأسرة متفككة لأنها لا تقوم على مبادئ الإسلام، فترى الخلاف والخصام في داخل الأسرة الواحدة. الأب لا يرحم أولاده ولا زوجته، والأخ يقاطع أخاه، والجيران متناحرون. عجيب مجتمعنا اليوم، ليتهم يتأسون بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا. الخلافات الزوجية حدث عنها ولا حرج، علاقات محرمة ونهايتها الفراق والطلاق. المعاملات السيئة بين الأزواج في البيوت، وسائل التواصل الاجتماعي هتكت الأسرار وأظهرت الأشرار، كل ذلك بسبب البعد عن الله وعن بيوته وعن ملازمة العلماء وحلقات العلم. فيا أيها المسلم، كف عن الشر يكف الشر عنك، كن بالخير موصوفاً ولا تكن للخير وصافا. تحابوا في الله تبارك وتعالى، فالمحبون لله هم تيجان العباد وزين البلاد. المتحابون في الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وقد ورد في الحديث الصحيح: والذي نفسي بيده، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. انظروا أيها المؤمنون لهذه المرأة الطيبة المؤمنة كيف وصفت زوجها. قالت: إن دخل ضاحكا، وإن خرج بساما، إن سألت أعطى، وإن سكت ابتدى، وإن عملت شكر،
وإن أذنبت غفر. وإني أسألكم كم من البيوت اليوم فيها مثل هذا الرجل وهذه المرأة؟ نعم، الخير موجود ولا يزال إلى قيام الساعة إن شاء الله. تعلموا من هذه الصحابية الجليلة من أم سليم رضي الله عنها، وكيف كان زواجها من أبي طلحة رضي الله عنه. أتعرفون أيها الأحباب من هو هذا الصحابي؟ إنه من أخوال الرسول عليه الصلاة والسلام. قال فيه نبينا صلى الله عليه وسلم: صوت أبي طلحة في الجيش خيرا من فئة. هذا الصحابي خطب أم سليم فقالت: أما إني فيك لراغبة، وما مثلك يرد، ولكنك كافر. وكان هذا قبل إسلامه. فإن تسلم فذلك مهري، لا أسألك غيره. فأسلم وتزوجها. قال الصحابة رضوان الله عليهم: فما سمعنا بمهر كان قط أكرم من مهر أم سليم، كان مهرها الإسلام. وإذا أردنا أن نتحدث عن ظهور النساء في هذه الأيام وعن الحفلات والسهرات والقاعات، فالكلام فيها كثير. ونحن نقول لأولياء الأمور: اتقوا الله في أولادنا وشبابنا، لا تحملوهم فوق طاقتهم، يسروا ولا تعسروا، كونوا مفاتيح خير وبركة. إياكم أن تكونوا عونا للشيطان على أنفسكم وإخوانكم. وتذكروا أن أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله سرورا تدخله على المسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. قال أحد الصالحين: ولأن أمشي مع أخ لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد. ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى أثبتها له، أثبت الله قدمه على الصراط يوم تزل الأقدام. قالوا لأحد العارفين: أي الأعمال وجدت أفضل؟ قال: ما أريد به وجه الله عز وجل. فيا أيها المسلم، أخلص الناس إيمانا يوم القيامة أشدهم محاسبة في الدنيا لنفسه، وإن أشد الناس فرحا يوم القيامة أشدهم حزنا في الدنيا، وإن أكثر الناس ضحكا يوم القيامة أكثرهم بكاء في الدنيا. عباد الله، اطلبوا الخير وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. وسلوه أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم. اللهم إنا نستغفرك من تقصيرنا وتفريطنا، ونتوب إليك من جميع ذنوبنا. لا إله إلا أنت، نسألك السداد والرشاد والهدى يا رب العالمين. عباد الله، توجهوا إلى الله تبارك وتعالى، وادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. فيا فوز المستغفرين، استغفروا الله. الحمد لله المنفرد بالخلق والتدبير، الملك الذي ليس له في ملكه وزير، العليم الذي لا يخفى عليه ما في الضمير. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ونشهد أن لا إله إلا الله القريب من خلقه في أعلى علوه، ابتدع الأشياء بقدرته وذرع الأنام بمشيئته. ونشهد أن سيدنا الباطل قد أضل،
الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المسؤولين بالبركات، وأصحابه الذين اصطفاهم الله بالدعوات والصلوات والخيرات والمبرات، والتابعين من عترته أصحاب الكرامات والمقامات. أما بعد، فيا عباد الله، إن الإنسان لو عمر ألف حول ما كان له بد إلا أن يسير إلى الله. إن الله كتب الموت على بني آدم فهم ميتون، وأكيسهم وأطوعهم لربه، أعلمهم ليوم معاده. فيا أيها المسلم، إذا صليت فصلي صلاة مودع، وأظهر اليأس من الناس، وإياك وطلب الحوائج إليهم، فإنه فقر حاضر، وإياك وكل شيء يعتذر منه. عليك بتقوى الله، فإنه رأس كل شيء، وذكر الله وتلاوة القرآن فإنه روحك في السماء وذكرك في الأرض. وتذكر دائما دوما يا عباد الله، أن المؤمن عظيم الشكر على البلاء، طويل الصبر على الأذى، غزير خيره، قليل شره، إن سئل أعطى، وإن ظلم عفا، وإن قطع وصل، ناصر للدين، كهف للمسلمين، مسارع في عون الضعيف، كثير البلوى، قليل الشكوى، يستر العيب ويحفظ الغيب. المؤمن أب لليتيم، معل للأرملة، خفي بأهل المسكنة، مرجو لكل كربة، مأمول لكل شدة. تلك بعض صفات المؤمن الصادق. وما أسباب الفتن التي نعيشها اليوم إلا بسبب فقدان هذه الصفات؟ أين المودة والأخوة بيننا اليوم؟ هل ما يجري على أرضنا المباركة فيه شيء لمصلحة المسلمين؟ من المستفيد من تلك المشاكل؟ وكلنا يعرف الجواب. أليس من الأجدر أن تكون لنا كلمة حق بدلاً من كل ذلك؟ أين أنتم اليوم من قضيتنا يا عباد الله؟ لقد نزل بنا ما ترون، وإن الدنيا قد تغيرت وتنكرت وأدبر معروفها. ألا ترون الحق لا يعمل به والباطل لا يتناهى عنه؟ ونحن اليوم بحاجة لمن يعمل من أجل هذا الدين. نحن بحاجة لصلة قوية مع الله تعالى، وليس مع هذا ولا ذاك، ليس مع الشرق أو الغرب. فالأرض سحبت من تحت أقدامكم، والمستوطنات تبنى على قدم وساق، والمسجد الأقصى تحت الحراب، يقتحم كل يوم ويضيق على أهله. مقابركم لم تسلم من الاعتداء، المصلون في المسجد الأقصى يقعون أيديهم على رؤوسهم حيارى من شدة الخناق. لقد انتشر الفساد وعم وطن، وهناك من يتربص بكم ويوجه السهام إلى نحوركم، وليس لنا حال إلا الله. فيكم سماعون لهم، احذروا كيد عدوكم، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاسا. أسراكم بحاجة لدعواتكم في صلواتكم وخلواتكم. ونحن من هنا نقول لمن يتولى المسؤولية: اتق الله في الرعية، وتذكر أنك سوف تموت، وسوف تقف بين يدي الله. كلنا سنقف بين يدي الله. وقفوهم، إنهم مسؤولون. أبناؤكم في السجون تحملوا كثيرا، يمنعون من الزيارة ويحرمون أبسط حقوق الحياة. توجهوا إلى الله تبارك وتعالى أن يفرج كربهم ويطلق سراحهم، وأن يعيدهم إلينا سالمين ظالمين، وأن يفك الحصار عن إخوتنا المحاصرين. عباد الله، نحن في أيام العجاف، فذابت الشحمة وأكلت اللحمة، ثم هاصت العظمة. ولا خير في قول إلا بفعل، ولا في مال إلا بجود، ولا في ثقة إلا بورع، ولا في صدقة إلا بنية، ولا في حياة إلا بأمن وصحة، ولا في صديق إلا بوفاء.
إن الله تعالى قضى على نفسه أن من آمن به هداه. قال الحق جل وعلا: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن توكل عليه كفاه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن أقربهم جازاه. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ ومن دعاه أجابه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريبا أجيب دعوة الداعي إذا دعان. سيأتي على الناس زمان تخرج فيه صدورهم من القرآن، وتبلى كما تبلى ثيابهم، لا يجدون له حلاوة ولا لذاذة. إن قصروا عما أمروا به قالوا: إن الله غفور رحيم. وإن عملوا ما نهوا عنه قالوا: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أمرهم كلهم طمع، ليس معه خوف، لبسوا جلود الضأن على قلوب الذئاب. أفضلهم في أنفسهم من يداهن. عباد الله، استعينوا بالله واسألوه الهداية والرشاد، وقولوا دائما: اللهم أرنا الحق حقا وأعنا على اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وأعنا على اجتنابه. نسألك يقين الصادقين، وصدق الموقنين، وعمل الطائعين، وخوف العاملين، وعبادة الخاشعين، وخشوع العابدين، وإنابة المحبطين، وإخبات المنيبين، وإلحاقا برحمتك بالأحياء المرزوقين. اللهم أحسن عاقبتنا بالأمور كلها، وأجرنا من حبس الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم عافنا في قدرتك، وأدخلنا في رحمتك، واقبض آجالنا في طاعتك، واختم لنا بخير أعمالنا، واجعل ثوابنا الجنة. اللهم ثبتنا في أرضنا المقدسة، واحفظ فيها شباب المسلمين القائمين بحق الدين، وفرج همنا وغمنا وكربنا يا رب العالمين، وانصرنا على أعدائك أعداء الدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن لا يفتنكم، ولا يلبسكم شيعا، ولا يذيق بعضكم بأس بعض. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الذي يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر. إبراهيم: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر.
والله